بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية. ومن على هذا الموقع عندنا هذا الخبر كما نلاحظ ان فواياج 600 كيلومتر الوغ لا شينوس لو تران لو بلي رابيد او موند. ان فواياج 600 كيلومتر الوغ، اذا نتكلم عن سفر ب 600 كيلومتر في الساعة، ب 600 كيلومتر في الساعة. لا شينوس لو تران لو بلي رابيد او موند، الصين تطلق القطار لو بلي رابيد او موند، الاكثر سرعة في العالم. إذن آخر قطار طبعا هو أسرع قطار لجابون. إذن طبعا سبق إلى هذا الأمر اليابان لجابون افيك لو شينكانسن، اليابان بهذا القطار السريع إلى فرنسا افيك لو تي جي في، ثم فرنسا بهذا القطار الذي اشترى من المغرب نسخة أو مونتخي لافوا. طبعا لافوا المقصود به الطريق المسلك أو النفق أو السكة الحديدية. طبعا هنا أو مونتخي لافوا أو مونتخي لافوا كما نقول أنهم أظهروا الطريق. إذن هم أظهروا طريقهم، إذن هم أظهروا كما نقول ما لديهم. إذن هذه القطارات السريعة أن تبينت كيف هي. أو مونتخي لافوا أنهم أظهروا الطريق. ديزيغمي الآن فصاعدا، من الآن فصاعدا، سي أون شين كولون تخوف لو تخان لو بلي رابيد دو موند. إنه في الصين كولون تخوف حيث نجد لو تران لو بلي رابيد او موند، اذا حيث نجد القطار الاكثر سرعه في العالم. سو تران ا سوستونطاسيون، سو تران ا سوستونطاسيون. طبعا سوستونطاسيون هذه تاتي من فعل سوستونتي، اذا هذه تاتي من فعل سوستونتي، المقصود بها من جهه نوغيغ. اذا المقصود بها من جهه نوغيغ مثلا لا سوستونطاسيون دان مالاد، عملية إطعام المريض. إذا نتكلم عن إطعام المريض، لا سوستونطاسيون دان مالاد، إطعام المريض. لكن المعنى الآخر الذي يهمنا هنا هي في دو سو سوتونيغ أون إيكيليبغ، في دو سو سوتونيغ أون إيكيليبغ، في دو سو سوتونيغ أون إيكيليبغ، عملية أن يتوازن بمعنى آخر، عملية التوازن. سوتخان أسوستونطاسيون، سوتخان أسوستونطاسيون، إذا نتكلم عن هذا القطار بعملية توازن مغناطيك، مغناطيسية، كما نقول بأنه لا يلمس السكة الحديدية، ليست له عجلات، بل أن توازنه يكون على المغناطيس، يكون بشكل مغناطيسي. سوتخان أسوستونطاسيون مغناطيك، إي كابابل داتاندر أون فيتاس دو بوينت سوبيريور أ 600 كيلومتر ألوغ. إي كابابل، أنه قادر، نقول عن شخص بأنه كابابل يعني أنه قادر، أن كابابل عكسه أنه غير قادر. إي كابابل سو تخان هذا القطار أسيستونطاسيون مانيتيك، هذا القطار بتوازن مغناطيسي، إي كابابل داتاندر، هو قادر على أن يصل إلى فيتاس دو بوينت، إلى سرعة دو بوينت، كما نقول ذات القمة، في قمة، المقصود في سرعة قصوى سوبيريور، أكبر أو أكثر، أ 600 كيلومتر ألوغ، أكثر من 600 كيلومتر في الساعة. إذا هو يستطيع أن يتجاوز هذه السرعة طبعا في سرعته القصوى. غيست مانتونو، يبقى الآن أكونستخوير، يبقى بناء. غيست مانتونو، يبقى الآن أكونستخوير، بناء ليزانفراستركتور، إذا بناء البنية الأساسية أو البنية التحتية بمعنى آخر، أدابتي بو بوفوار ليي أونتر إل لي بلو غراند فيل دو بيي. إذا تبقى فقط البنية الأساسية أدابتي، المناسبة، بو بوفوار ليي أونتر إل، من أجل الربط بينها لي بلو غراند فيل دو بيي، من أجل الربط بينها المدن الكبرى للبلد. إذا يبقى فقط ربط هاد المدن بمعنى آخر فيما بينها، نتحدث هنا عن المدن الكبرى للبلد. إذا كما قلنا الآن غيست مانتونو، طبعا القطار هو موجود، فقط الذي يبقى غيست مانتونو، يبقى الآن طبعا عندنا لوفير غيست هنا يعني فعل باقية، غيست مانتونو كما نقول هنا إل غيست مانتونو، هو يبقى الآن. أكونستخوير، يبقى فقط بناء، ليزانفراستركتور أدابتي بور بوفوار لي أنتر إل لي بلو غراند فيل دو بيي، إذا يبقى فقط البنية الأساسية
من سكة حديدية من جدران ربما على جانب السكة من قناطر من كل ما يلزم pour pouvoir lire من أجل استطاعة لربط pour pouvoir من أجل إمكانية غولي ربط طبعا pouvoir هي الاستطاعة هي الإمكانية غولي أنك تربط entre elles بينها هاد entre elles طبعا تعود على les plus grandes villes du pays من أجل الربط بينها أكبر المدن بالبلد إذن كما نلاحظ بأن هذا خبر جميل يأتي في إطار التحديات التي تأخذها الصين بحيث أنها تريد أن تكون قوة كبيرة اقتصادية وعسكرية وفي البحث العلمي طبعا تريد أن تدار كبلد قوي ومع هذا الخبر طبعا هناك خبر محزن كما نلاحظ هنا أنيغو أغيطي أوماروك ريسك داتر اكسترادي فيغ لا شين إذا نتكلم عن شخص من الإيغور المسلمين الموجودين بالصين الذين تحتل الصين أراضيهم وتستغل ما بها طبعا من ثروات في نفس الوقت تضطهد المسلمين الإيغور تستعملهم بأبخس الأثمان طبعا تمنعهم من دينهم إلى غير ذلك مثلا هنا أنها تطالب المغرب بتسليم هذا المسلم الإيغوري أنيغور أغيطي أوماروك إذا نتكلم عن إيغوري أنه تم توقيفه في المغرب ريسك داتر إكسترادي فيغ لا شين ريسك هذه تقال عندما يكون الحادث يشير إلى خطورة ريسك كما نقول أنه على عتبة خطورة داتر إكسترادي أن يسلم فيغ لا شين إلى الصين عندنا اسم الشخص كما تلاحظوا هنا إدريس حسن فقط من الاسم أنه شخص مسلم أنيغور أجي دو 33 إذا نتكلم عن إيغوري بسن 33 سنة سوري أون بريزوني أو ماروك كما نقول هنا ربما أنه كان مسجون بالمغرب أو إيل سوري روندي لو 19 جويي ديرني أو إيل سوري روندي حيث سيعود بمعنى آخر أنه سيتم تسليمه لو 19 جويي ديرني يعني يوم 19 يوليوز إذا نتكلم عن اليوم الأخير يوم 19 من هذا الشهر جوي يعني شهر يوليوز ديرني الأخير نتكلم هنا عن يوم 19 سولو فويس أوف يوغور حسب صوت الإيغور لانديفيدي تيتولير دان باسبور شينوا تيتولير كما نقول أنه مالك دان باسبور شينوا لجواز سفر صيني إدان بيرمي دو سيجور ترك ثم هو يملك رخصة إقامة تركية إدان بيرمي دو سيجور ترك ثم أن يملك رخصة إقامة تركية aurait été arrêté par la police marocaine أوقفته الشرطة المغربية et détenu dans une prison près de Casablanca et détenu أنه تم حجزه dans une prison près de Casablanca تم حجزه في سجن قرب الدار البيضاء il risque d'être extradé vers la Chine il risque d'être extradé vers la Chine كما نقول أنه على وشك خطورة أن يسلم إلى الصين Sa femme a déclaré aux médias qu'il l'avait appelé en indiquant que la police marocaine lui avait dit que les autorités chinoises ont demandé au gouvernement de l'expulser vers la Chine. Sa femme a déclaré aux médias Zawjatahu a'lanat li wasail al-i'lam qu'il l'avait appelé bi'annahum nadaw 'alayhi en indiquant que la police marocaine yani mushiratan ila anna ash-shurta al-maghribiyya lui avait dit anna qalt lahu que les autorités chinoises بأن السلطات الصينية ont demandé au gouvernement بأن طلبت من الحكومة de l'expulser vers la Chine de l'expulser vers la Chine كما نقول بطرده إلى الصين les autorités de Pékin إذا نتكلم عن سلطات بكين إذا نتكلم عن السلطات الصينية ont avancé كما نقول أن أسبقت المقصود أن قالت سابقا que cet Uyghur بأن هاد الإيغوري avait participé à des activités anti-chinoises avait participé à des activités anti-chinoises. Annao sahama. طبعا le verbe participer المقصود به sahama. كما تلاحظوا هنا هذا le plus que parfait الخاص بفعل participer. avait participé. أنه من قبل sahama. أمر آخر سيأتي بعده في الماضي. إذن هو sahama في نشاطات. à des activités. avait participé à des activités. إذن هو sahama في نشاطات anti ضد الصين
سولو بليزيور تيمونياج حسب عدة شهادات إدريس حسن. إدريس حسن تخافاي كوم كونسيبتور، تخافاي كوم كونسيبتور أنه يعمل كمتصور، يعني له تصورات بمعنى آخر انفورماتيك. كما نقول أنه مبرمج إعلامي أون تركي، كان يعمل في تركيا. دوبو سون أغيفي دون سو بيي أون 2012، منذ وصولي إلى هذا البلد في 2012 إلي أون تركي أفيك سا فام زينورا. Avec sa femme Zainora, il vit. هنا عندنا الفار vivre. هنا عندنا فيها العاشة. Il vit. هو كان يعيش. En Turquie. في تركيا. Avec sa femme Zainora. مع زوجتي Zainora. Et leurs trois enfants âgés. وكان يعيش مع ثلاثة أبنائه. âgés. لهم سن. De 7, 5 et 2 ans. بسبعة وخمسة وسنتين. لو أبناء بسبعة سنوات، خمس سنوات، وسنتين. أجوتو، أجوتو، كما نقول أن الناس أضافوا، الشهادات أضافت. إلى غيكيتي لا تركي، إلى غيكيتي لا تركي، إذن هو ترك تركيا، كار لأنه إنو سي سونتي با أون سيكوريتي، إذن هو لم يحس فيها بالأمن. إل نو سي سونتي با أون سيكوريتي، إذن هو لم يحس فيها بالأمن. De nombreux Igor, et de notre clan Idet Igor, ayant été arrêtés pour leur activisme contre la Chine, et nous sommes occupés pour leur activisme, de sebeb nashatatihim contre la Chine, de dessin, et certains ont été déportés. Ont été déportés, et nous sommes tardoum. Tabal le verbe déporter, nous sommes bi, et nous sommes tous des chassin, ou majmaat achras, à la terre qui n'a qu'un, à la terre qui menzil, إلى مكان آخر بوصول ميديا كما تابعت وسائل الإعلام، طبعا التي تحكي شهادتها عن إدريس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له مخرجا. طبعا الصين تعجبك في بعض الأمور، لكن في هذا الجانب الإنساني المتعلق بالمسلم الإيغور أمر محزن جدا. طبعا هذا يجعلنا نحزن كثيرا لهاد الفئة من الناس الذين احتلت أرضهم طبعا واستغلت، وفي نفس الوقت أن الناس لا يعيشون براحة. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.